السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل جدول يكون شكله حلو جدا تفتخر بيه في الاجتماعات. طيب خلينا نعمل سيلكت للعناصر ديت، وهقول له انا عايز احول ده لتيبل، انسيرت تيبل اهوت. فسهل جدا ان انت في قلب الاجتماع لو قال لك مثلا عايز اعرف ايه الحاجات اللي محققه 30% تشيل 10% ويظهر معاك بالشكل ده. طب انا عايزها بشكل اشيك من كده، يبقى هقول له انسيرت سلايسر، وهقول له حط لي مثلا العناصر ديت. وتقدر بقى تحطهم زي ما انت عايز بالشكل دوت. مثلا ان انت عايز الحاجات اللي خلصت او حتى ما خلصتش، طيب خلينا نلغي الفلتر دوت اهوت. مثلا عايز الحاجات اللي خلصانه بس، تمام خلاص انت عايز حاجات خلصانه. طب عايز الحاجات اللي خلصانه وشغالين عليه، ادوس كنترول واعلم على الحاجتين دول. طب عايز برضه الحاجات دي يبدا يجيبهم لي كلها. دي نفس الفكرة من هنا، بس يعني هي بتبقى شكلها أشيك شوية. طيب عايز الحاجات دي تكون مثلا ليها شكل كده جميل، فأقول له insert وأبدأ أختار الأشكال دي. كل الأشكال دي تنفع معايا، أقول له مثلا عايزها بالشكل ده مثلا، تمام ده المعماري بالشكل ده. وتقدر تيجي تختار لو أنت عايز تختار شكل آخر، شفاف مثلا أو في كومنتات أو. وتقدر تيجي من هنا تقول له انا عايز مثلا اضيف ليجند على في الجنب مثلا، فيضيف لك ليجند بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز يكتب له النسبه من غير ما يحط التفاصيل بتاعتها. هتيجي هنا في الداتا وتبدا تشوف بقى انت عايز تكتبها بأن شكل من الاشكال. ممكن تخليها نان، ممكن تخليها زي ما انت عايز، الشكل المناسب ليك اختاره. طيب انا مش عايز اعمل معماري، انا عايز اعمل واحد تاني برضو انشائي. هروح اعمل سيلكت برضو هنا وهنخصصها نخليها انشئ. اقول له انا عايز اعمل انسيرت للجدول دوت اهو. طيب هو ده هنا عامله المعماري، انا عايز انشئ. فهبدا اقول له الحدود بتاعتي اهيت، هبدا اختارها وانقلها، يروح جايب لي الانشئ. يبدأ يعرضني شيء، ولو في أي لحظة أنا غيرت أي قوة من هنا هتتغير معايا بالشكل ده. وتقدر تيجي من الديزاين وتقول له أنا عايز أخليه مثلا بالشكل ده بالشكل ده، أي لون أنت عايزه. وتقول له مثلا اظهر لي التوتال رو، اظهر لي لاست كولم، اظهر لي شوف إيه العناصر اللي أنت عايز تظهرها يبدأ يظهرها لك. تقدر تقول له انا عايز اعمل اكسبورت للجدول ده للشير بوينت او الفيزيو وهكذا. وتقدر في اي لحظه تيجي هنا تختار التيبل، لو عندك اكثر من تيبل تقدر تختار الحاجه اللي انت عايزها.